بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أصبح الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أمرا عاديا في هذا الزمن للأسف. معظم هذه الاستهزاءات تأتي من الخارج، حيث يدعي الملحدون أن الإسلام هو دين التخلف والجهل والإرهاب، ولذلك فقد دأب أعداء الإسلام على السخرية من تعاليمه بحجة أنها أصبحت بالية ولا تناسب هذا العصر. أيها الأحبة، أحببت أن يكون ردي على هذه الرسوم المسيئة لحبيبنا عليه الصلاة والسلام أن نظهر الجانب المشرق الذي قدمه لنا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتعاليم الرائعة التي أعطانا إياها من خلال هذه السلسلة، سلسلة الدفاع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الذي يتأمل مواقع الإنترنت أيها الأحبة يجدها تزخر بالتعليقات الساخرة والصور والأفلام تعبر عن حقد ضد هذا النبي الكريم. طيب يا أخي، هذا النبي ماذا فعل لكم؟ أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. هذا النبي أراد لكم الحياة المطمئنة والسعيدة. حرم الخمر لأن فيه ضرر على الإنسان، حرم الزنا لأن فيه يسبب أمراض جنسية منقولة جنسيا وخطيرة تنتهي بالموت مثل الإيدز، حرم الميسر أو القمار لأنه يسبب مشاكل في الدماغ، شرع لنا الصلاة والزكاة والطهارة، كلها أشياء مفيدة. لماذا تحقدون على هذا النبي الكريم وهو يريد لكم الهداية والخير، لم يطلب منكم شيء؟ طب أنتم تنشرون صورا تحت اسم حرية التعبير. هذه الكلمة أيها الأحبة غير صحيحة، لأن حرية التعبير ينبغي أن أتعامل مع هذا المصطلح بشكل علمي. يعني أنا من حقي أن أقول ما أشاء، ولكن لا أشوه الحقائق التاريخية والعلمية. هذه ليست حرية التعبير، هذا تشويه، وهذا يعني تشويه في التعبير. يعني مثال أيها الأحبة، في الغرب يقولون ندافع عن حرية التعبير. طيب جيد، لماذا لا تسمحون بإظهار الصورة الصحيحة لهذا الرسول الكريم؟ كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها رحمة وتسامح ومودة وحب للخير. حتى القرآن عندما يريدنا أن نتكلم كلاما حسنا لم يقل وقولوا للمؤمنين حسنا، لم يقل وقولوا للمسلمين حسنا، قال وقولوا للناس حسنا. كلمة الناس هنا تشمل الملحد وغير المسلم وكل أصناف البشر. طيب المشكلة أنهم لم يجدوا شيئا علميا ينتقدون به الإسلام. ينبغي أن نفهم هذه القضية أيها الأحبة. الإنسان متى يلجأ للسخرية؟ عندما تكون خزينته فارغة، ليس لديه شيء. درسوا هذا الإسلام وجدوه دين الطهارة، دين الفطرة، دين يؤمن بإله واحد قادر على كل شيء، وهذا يتفق مع فطرة الإنسان. عندما درسوا تعاليم القرآن وجدوا أن القرآن هو الكتاب الوحيد في العالم الذي لم يحرف ولم يستطع أحد تحريفه ولا كلمة. نتحدى أن يأتينا شخص بتحريف كلمة واحدة من القرآن، لا نقول سورة أو آية أو أجزاء من سورة، كلمة واحدة. إذا كنتم تدعون أن القرآن محرف، مثال على ذلك، نحن كل العالم الإسلامي ملياري مسلم يحفظ سورة الفاتحة. طب قولوا لنا ما هي الكلمة التي تم تحريفها في سورة الفاتحة؟ سورة الإخلاص، المعوذتين، كل العالم الإسلامي يحفظ هذه السور القصيرة والتي هي من السهل تحريفها، يعني إضافة كلمة أو حذف كلمة. قولوا لنا مثلا كيف كانت تقرأ سورة الفتح؟
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخبرونا أين الكلمة المحرفة هنا؟ لا يوجد، كله كلام فارغ أيها الأحبة. يقولون هناك مخطوطات للقرآن تم تحريفها، وهناك القرآن كتب بطريقة مختلفة عما نراه اليوم، وكذا وكذا، كله كلام فارغ. أعطوني مثال واحد فقط لكلمة تم تحريفها، ما هي؟ لن يجدوا شيئا، مما يدل، وهم يعلمون ذلك أيها الأحبة، كل ملحد يعلم هذه الحقيقة، أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي مضى على نزوله أكثر من 1400 سنة، ولم يستطع أحد في الكون أن يحرف كلمة واحدة. القرآن فيه 77432 كلمة، دلونا على كلمة واحدة محرفة لن تجدوا. إذن هذا يثبت أنه كتاب قوي وتعاليمه قوية وصادقة، وهو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. عندما لم يجدوا شيئا ينتقدون به هذا النبي الكريم، لم يجدوا شيئا ينتقدون به تعاليم الإسلام، لجأوا لمثل هذه الصور اليائسة. بالعكس أيها الأحبة، أنا أنظر أن هذه محاولات يائسة حقيقة. فشلوا في إخراج خطأ علمي أو لغوي واحد من القرآن أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الرسوم تعبر عن إفلاس هؤلاء تماما. ونحن طبعا من حقنا أن نعبر، ولكن لا نستهزئ بالأنبياء، نحن نحترم نبيهم عيسى عليه السلام، وهو كلمة الله وروحه. ومن ينكر من المسلمين رسالة عيسى عليه السلام يعتبر غير مؤمن، يعتبر كافر بالله، لأن أحد أركان الإيمان الإيمان بكل الأنبياء. لا يجوز لنا أن نستهزئ بنبي أو بأي شخص، الاستهزاء ممنوع في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أيها الأحبة، لكي لا أطيل عليكم سأختم بهذه الآية، وطبعا هذه سلسلة حلقات إن شاء الله ننشرها يوميا للدفاع عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان يدافع بطريقته الخاصة، أنا أدافع من خلال إظهار عظمة تعاليم هذا النبي وعظمة تعاليم الإسلام. دعونا نستمع لقول الله تعالى في حق أمثال هؤلاء: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الرسوم هي إيذاء لله واستهزاء برسوله، وإيذاء لكل مؤمن وكل مؤمنة طبعا. لذلك أيها الأحبة، هؤلاء حسابهم على الله، ولكن نحن إن شاء الله من خلال هذه السلسلة سوف نسرد إعجاز النبي الكريم الذي جاء به علميا ليخاطب به هؤلاء المشككين. يعني هم يرسمون صور ليستهزئوا بهذا النبي الكريم، ونحن نقدم لهم الحقيقة العلمية التي جاءت على لسان هذا النبي الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.